نحن أكملنا أكبر عملية إجلاء جوي في تاريخ الولايات المتحدة بخروج آخر جندي أمريكي من كابول واكتمال عمليات إجلاء الرعاية الأفغان والأجانب. انتهى بذلك فصل من فصول القتال الطويل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الجهود الدبلوماسية بين المجتمع الدولي وطالبان. جهود دبلوماسية يفسرها توافد المسؤولين والوزراء الغربيين نحو الدوحة هذه الأيام، وإبداء عدد من الدول مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا وهولندا رغبتها في نقل سفاراتها من كابول إلى الدوحة. ويرى مراقبون أن قطر التي لعبت دورا أساسيا وبناء في المفاوضات بين أمريكا وطالبان من جهة، والمفاوضات الأفغانية من جهة أخرى، وتسهيلها لعمليات إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان والأجانب، هي مؤهلة الآن وأكثر من أي وقت مضى للعب دور رئيسي في معادلة السلام الأفغانية. الجهود القطرية مستمرة كوسيط حيادي لتعزيز التوافق الدولي حول أفغانستان واستمرار التعاون والتشاور مع كافة الزملاء في الدول الحليفة والصديقة لضمان ما فيه مصلحة الشعب الأفغاني الشقيق. أثبتت قطر قدرتها على التواصل مع كافة الأطراف في وقت الأزمات والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، موقف سياسي ودبلوماسي جعل من الدوحة لاعبا مهما في الساحة السياسية إقليميا ودوليا. شوقي مهدي، الدوحة، لوسيل،